للأسف وصلنا إلى مرحلة إنه الحكومة والبرلمان تقوم بنشر بشرة للوزارات بتوزيع رواتب الموظفين. بالنسبة للاقتراض المالي وتأخير الرواتب، هذا راح يسبب مشاكل كلش كبيرة بالبلد. يعني رواتب ماكو، عالم قاعدة على طالب الطالب، يعني ممكن الشباب هاي لا شغل لا عمل، يعني تودي البلد إلى الهاوية. ممكن يسلب، ممكن يقتل، ممكن يحرق، ممكن يفجر، يعني كل شيء يسوي. الاقتراض المالي هو خطأ صادق بالنسبة للاقتصاد العراقي، لأنه راح ينهك الخزينة الدولة. ثالث شيء، أثرت تأخير الرواتب نفسياً على كافة الموظفين. الاقتراض الداخلي والخارجي صراحة أيضاً خطوة غير يعني سلبية، وتأثر على الاقتصاد العراقي في الأمد القريب والبعيد. إن العراق هو مقترض أكثر من 140 مليار، وزيادته سيؤثر سلباً على الأجيال القادمة، لأن هذه القروض فيها فوائد كثيرة.